هاي، انا ياسمين فهمي، تي في هوست اند بيوتي بلوجر. النهارده هتكلم معاكم في الوصفه بيوتي عن وصفتين، عشان لو اي بنت بتعاني من ترهلات البشره او في مشكله في ان اللون البشره مش موحد هتفيدها قوي. اول حاجه هنعملها مع بعض ان احنا هنعمل سكراب. السكراب طبعا قبله لازم نكون غاسلين وشنا، والغسول يكون مناسب لنوع بشرتنا. معانا النهارده الثلاث مكونات وهكلمكم عن كل فايده لكل مكون. اول حاجه معانا النهارده زيت زيتون. زيت زيتون بيساعد جدا في الترطيب، فلازم يكون فيه معاه حاجه لمضادات الاكسده. فمعانا قهوه والبن فيها بيكون خام. ثالث حاجه سكر، والسكر ده عشان هو برده بيساعد في ان نشيل او ازاله الخلايا الميته. اول مكون هنحطه هو زيت زيتون. مش لازم نحط كميه كبيره، احنا بنحط كميه على حسب احنا محتاجين قد ايه. بعد كده بنحط البن، بعد كده بنحط السكر. الكميه على حسب كل حد محتاج قد ايه، فانا مش هقدر اقول بالظبط الكميه تكون كام معلقه. بنقلب كويس جدا جدا جدا. بعد ما حطينا المكونات وقلبنا كويس قوي، بنبدا نحط الماسك على وشنا. بنحطه طبعا زي اي ماسك بحركات دائريه، بنعمل سيركل موشن. الحركات الدائريه دي احنا بنعملها لمده دقيقتين ممكن ماكسيمم، وبعد كده بنسيب الماسك من 15 دقيقه ل 20 دقيقه، وبنشطفه بعد ال 15 دقيقه او 20 دقيقه بميه فتره. ليه بنغسل وشنا بميه فتره مش ساقعه او سخنه؟ عشان نقفل المسامات، لان هي ممكن تكون مفتوحه، فاحنا بنحاول نقفلها عشان ما يبقاش فيه اي تراب يدخل فيها او نتأذي من اي عوادم سيارات او اي حاجه ممكن تخلي البشره يرجع فيها اي مشاكل، زي التجاعيد، زي اللون المش متوحد، او الرؤوس السوداء او البيضه. تاني خطوه هنعملها بعد خطوه السكراب هي خطوه الماسك. خطوه الماسك بنعملها عشان نشد الترهلات وعشان نوحد لون البشره. معانا مكونات معينه هتفيدنا في الحاجات دي. اول مكون معانا هو العسل. العسل فيه مضادات اكسده وبيزود الترطيب في البشره، ومعانا لبن. المكونين دول مع بعض بيساعدوا على شد الترهلات وبيساعدوا على توحيد لون البشره. معانا اول مكون اللي هو العسل الابيض، ومعانا اللبن. اول حاجه هنحطها هنحط معلقه من العسل او ممكن اكتر. المكونات عامه ملهاش مقادير معينه، لان هو حسب احتياج البشره وحسب البشره يوميها محتاجه ايه. فبنحط اول حاجه العسل، وبعد كده بنقوم حاطين شويه لبن. بنقلبهم كويس قوي، ممكن لمده 30 ثانيه او دقيقه. بعد ما بنتاكد ان احنا خلطنا الماسك كويس قوي، بنبدا نشوف لو في حساسيه ولا لا. نشوف ازاي في حساسيه ولا لا، بناخد حاجه بسيطه من الماسك بنحطها على مكان مش باين زي الرقبه. فاحنا بنحطها على الرقبه، نستنى شويه، لو مفيش حساسيه بنكمل عادي. بعد كده بناخد تاني ستيب اللي هي ان احنا بنحط الماسك. فبناخد الماسك في ايدينا عادي، ممكن نحطه على وشنا بسيركل موشن، حركات دائريه، وبنسيبه لمده من 15 دقيقه ل 20 دقيقه. بعد ما بنسيب المده دي بنبدا ان احنا نغسل وشنا بميه فتره عشان نتاكد ان المسام تتقفل. بعد ما بنغسل وشنا بالميه لفتره، بنبدا الخطوات بتاعتنا العاديه بتاعت الروتين، ان احنا بنشوف غسول مناسب لنوع بشرتنا، وبعد كده ممكن نشوف تونر او ميه ورد. بعد كده بنستنى ما بين كل خطوه دقيقتين، فما بين الغسول وما بين ميه الورد او التونر بتكون دقيقتين. وبعد كده بنشوف مرطب برده مناسب لنوع بشرتنا، وبنرطب وشنا كويس قوي. زي ما عملنا الستبس بالمكونين دول، احنا ممكن نعمل الستبس دي او الخطوات دي بكل مكون لوحده. يعني العسل لوحده ممكن يستخدم ان احنا نفتح لون البشره ونشدها، فممكن العسل نحطه على وشنا من 15 ل 20 دقيقه، ونعمل نفس الخطوات اللي عملناها في الماسك في المكونين مع بعض. المكونات دي مفيده جدا، فاحنا ممكن نستخدمها على فترات طويله، وممكن نستخدمها على فترات قليله. فعلى الاقل نحاول نستخدمها مره في الشهر، لان هتفرق جدا في الترهلات، هتفرق جدا في توحيد لون البشره، هتفرق جدا في صحه الجلد. اهم حاجه للبنات اللي بتعاني من مشاكل الترهل او توحيد لون البشره انها على طول تعمل روتين. الروتين بيكون مكون من حاجات كتير. طبعا الغسول المناسب لنوع البشره بيكون فيه تونر او ميه ورد، بيكون فيه مرطب وسيرمز، ولازم يكون فيه انتظام على الموضوع ده. كمان تاكل اكل صحي، وتهتم بان هي على طول تلعب رياضه، لان مفيش حاجه اسمها ان هستخدم كريم معين او مكونات معينه للماسك وبشرتي تبقى صحيه. هو الموضوع كله بيجي من ان احنا ناكل كويس، وان احنا نلعب رياضه، وفي نفس الوقت نستخدم المكونات المناسبه الطبيعيه او من حاجات تانية زي كريمات تكون مناسبه لنوع بشرتك. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقه، وتعملوا كل الخطوات دي وتستفيدوا منها، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده.